النهاردة احنا بنحتفل بافتتاح معرض سيتي سكيب أبو ظبي الدورة الحداشر من المعرض. المعرض هيكون من يوم 18 ليوم 20 أبريل، كل يوم من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 8 مساء. السنة دي المعرض أكبر من أي سنة ماضية، احنا عندنا حوالي مساحة عرض 18,000 متر مربع، عندنا أكتر من 100 عارض منهم تقريبا 13 دولة أجنبية. الجديد السنة دي في المعرض إن احنا عندنا فعلا مشاركة من الدول المختلفة، مشاركة كبيرة، وفي مشاركة كمان من دبي، ودي برضو أول سنة يحصل الموضوع ده. عندنا تقريبا متوقعين حوالي 17,000 زائر ومشاركين في المعرض. نحن نستغل معرض سكيب العالمي ان احنا نبشر الجمهور على اطلاق مش نظام، منظومه الكترونيه موحده لتراخيص البناء. لما نقول منظومه حنقول احنا بدينا اول شيء بعمليه توحيد اجراءات تراخيص البناء، اعاده هندستها في جميع البلديات في الاماره بحيث انها تصدر او تكون اتمام انجازها في خلال 30 يوم عمل. هذا هو الهدف الاسمى، وطبعا خلال هذا المسار كان لازم كمان نضبطها باجراءات او بيئه تشريعيه ولوائح تنفيذيه تساعدنا على ضبط عمليه الاجراءات في جميع البلديات الثلاث. واخر هدف كان هو انشاء نظام الكتروني موحد او نافذه الكترونيه موحده بحيث ان جميع الاستشاريين الجمهور والمقاولين يبدؤون يقدمون طلباتهم الكترونيا عن طريق النظام. وميزه جديده اللي حطيناها في النظام اللي هي موضوع التصنيف وموضوع قيد المهندسين كمان جزء من المنظومه الالكترونيه الموحده. تم اصدار كمان دليل موحد لتراخيص البناء، هذا الدليل بيكون هو يعني المقياس اللي عليه يمشون جميع الاستشاريين، يعرفون شو الاجراءات، شو المتطلبات، كيف التقديم، المده الزمنيه، وحطينا عليها مؤشرات اداء بحيث انه جميع الجهات اللي احنا ارتبطنا معاهم، لان تعرف تراخيص البناء مربوطه مع تقريبا جهات كثيره، 25 جهه تضافرت مع بعض كونوا فريق عمل قوي بحيث انه جميع الاجراءات تكون موحده وعليها مؤشرات اداء. اليوم النظام بيضبط العمليه كلها الكترونيا. مشروعنا المعروض في سيتي سكيب هو مشروع تطوير سوق الزعفرانة الواقع في منطقة العين في وسط المركز الإداري في المدينة. المشروع عبارة عن تطوير للسوق القائم اللي على مساحة 90,000 متر مربع إجمالية، والسوق القائم يحتوي على مساحة 30,000 متر مربع، أما المنطقة التطويرية بتكون تقريبا 36,000 متر مربع طابقية. تحت تشريف سمو الشيخ هزاب بن زايد تم عرض مشروعين بيبدا ان شاء الله في 2017، بينتهن في 3 سنوات القادمه، وبيستمرن في تشغيلهن ل 33 سنه قادمه. مشروعين سوق مركزي في مدينه زايد يخدم المجتمع بصفه مباشره، وسوق غياثي يخدم سكان مرابع غياثي بصفه مباشره، يخدم الاحتياجات اليومية من ناحية الشوبينج، من ناحية التسوق بشكل عام، زائد الاحتياجات الاعتيادية من ناحية الترفيه إن شاء الله.
طبعا مجلس التخطيط العمراني جهة رائدة في التخطيط والجهة المتخصصة في التخطيط في إمارة أبو ظبي. نشارك اليوم في إطلاق مدينة زايد، مشروع كبير، مشروع واعد، مشروع فيه فرص كبيرة استثمارية وتجارية، وبيعطي دفعة كبيرة للتنوع الاقتصادي في إمارة أبو ظبي. كذلك نعرض خطط المجلس، الخطط الاستراتيجية لكل من منطقة العاصمة أبو ظبي ومنطقة الظفرة ومنطقة العين.